محيطك ما منه فايدة، محيطك مو معطيك لون بحياتك، مو مجمل حياتك، مو فايدك بالأساس. إحنا بشر، كائنات اجتماعية، خلقنا للتواصل على مر التاريخ والزمن. أنت محتاج أنك تتواصل، تتواصل لبناء سعادة، لبناء صحة، لبناء إنجاز، حب. فإذا كان تواصلك مع محيطك لا يحقق لك هذه الأمور فهو عديم الفايدة، لا، لدرجة أن أنت ممكن لما تكون بروحك تستفيد وترتاح أكثر. وللأسف أن الاتصال البشري لا يقع فقط على البشر، إنما يقع على اللا بشر. تخيل، الشعر، الأغنية، الهدف، العبادة، العمل، الكتاب. كتاب، تخيل كتاب، اتصالك مع الكتاب يولد لك راحة، سعادة، قيمة. تخيل الناس تتواصل مع هالأمور اللا بشر وتكون نتائج حياتك أفضل. أنت مستوعب؟ إذا كان الموضوع كذي، عيد النظر محيطك ولك الاختيار.